نبداو عدد اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه الاندلسي يفاجئ منخرطي الرجاء بمبادره انسانيه يوما قبل رحيله. وفاجئ رشيد الاندلسي رئيس فريق الرجاء الرياضي السابق موظفين وعمال النادي بمبادره انسانيه رائعه يوم واحد قبل رحيله من منصبه. واكدت مصادر من داخل فريق الرجاء ان الاندلسي صرف منحه خاصه للعاملين بالفريق الاخضر مكافاه لهم على العمل اللي قدموه خلال فتره تولي مهمه الرئاسه. وصرف رشيد الاندلسي الموظفين وعمال الفريق راتب مضاعف اي راتبين دفعه واحده، الامر اللي اثر اعجابهم خاصه انهم كانوا كيطالبوا بالحصول على منحه خاصه بعد فوز الفريق بلقب البطوله العربيه للانديه البطله وكاس الاتحاد الافريقي. وكان الاندلسي صرف 25% من ديون الموظفين العالقه منذ عهد الرئيس السابق محمد بودريقه في انتظار انهم يحصلوا على الجزء المتبقي من قبل المكتب المسير الحالي، علما انهم توصلوا ب 50% من ديونهم فترة الرئيس المستقيل جواد الزيات. وكان الاندلسي قرر إعادة النظر في أجور الموظفين بعد ما تم تخفيضها فترة الرئيس السابق سعيد حسبان، وأضاف لكل موظف المبلغ اللي تم تخفيضه من راتبه. وكانت مرحلة الاندلسي إيجابية بالنظر للإنجازات اللي حققها، إذ نجح في قيادة الفريق الأخضر للتتويج بلقب الكاف والبطولة العربية واحتلال المركز الثاني في ترتيب البطولة. رسالة خاصة من الخلفاوي لجماهير منخرطي الرجاء بعد فوز محفوظ بالرئاسة. وفي التفاصيل وجه منخرط الرجاء جمال الدين الخلفاوي رسالة شكر لجميع مكونات الرجاء الرياضي بعد انعقاد الجامعة العام للفريق الأخضر برسم موسمي 2019-2020 و2020-2021 واللي أسفر على انتخاب مكتب مديري جديد برئاسة أنيس محفوظ. وهنأ الخلفاوي في رسالته منافسه أنيس محفوظ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للرجاء الرياضي في الوقت اللي وجه فيه شكره الجزيل للمنخرطات والمنخرطين اللي صوتوا على لائحته. وفيما يلي رسالة الخلفاوي بعد نهاية الجامعة العام العادي لنادي الرجاء الرياضي، أود أن أشكر كل المنخرطات والمنخرطين الذين صوتوا على اللائحة ومنحونا ثقتهم، وأتوجه بالتهنئة للفائز بالانتخابات الرئاسية لنادي الرجاء الرياضي الأستاذ أنيس محفوظ إضافة للأستاذ رضوى الرامي والذي قاد حملة مثالية. ولا يفوتني التنويه والإشادة بالسيد رشيد الأندلسي ومكتبه المسير على العمل الذي قام به وتضحياته بالملموسة. الشكر الكبير للجمهور الرائع لنادي الرجاء الرياضي والذي تفاعل بشكل إيجابي مع البرنامج الذي تقدمنا به والذي فتح لنا قلبه. لحظات التواصل التي شاركناها مع مناصري ومحبي الرجاء الرياضي في نظري هي أكبر انتصار وستظل دائما منقوشة في ذاكرتي. قوة فريقنا الرئيسية تتمثل في كثافة جمهوره وهذا ما لمسناه خلال الانتخابات. سأبقى منخرطا بالرجاء الرياضي وسأحرص على أن أساهم من مكانتي في نجاحه وتطوره ديما رجاء. منخرط رجوي يعلنها رئيس الرجاء أنيس محفوظ ويدادي. وشكل الجامع العام فريق الرجاء الرياضي محطة بارزة في مسار أحد أقطاب كرة القدم الوطنية بالنظر للأجواء اللي مر فيها انتخاب رئيس جديد خلف المستقيل رشيد أندلسي. وبالرغم من ذلك ومباشرة بعد انتهاء أشغال الجمع اللي احتضنته أحد فنادق مدينة الدار البيضاء نسلت تصريحات لعدد من المنخرطين اللي أشادوا بانتخاب أنيس محفوظ وسط جو ديمقراطي بشهادة الجميع. في المقابل أعرب عدد منهم على استياءهم من أجواء الكولاسة اللي عرفها الجامع العام وخاصة أنصار المرشح جمال الدين الخلفاوي. وفي هذا السياق خرج المنخرط عادل الحمراوي بتصريح قوي اتهم من خلاله زملاء المنخرطين بانتخاب ودادي في إشارة لأنيس محفوظ رئيس الفريق الرجاء الرياضي. خبر في نفس السياق بعنوان محفوظ يتخذ أول قرار بالرجاء قبل قمة الدفاع الحسني الجديدي. وغيعقد المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي اليوم الجمعة أول اجتماع لرفقة المدرب التونسي سعد الشابي ولاعبي الفريق الأول بعد الإعلان عن الرئيس الجديد للفريق. ووضح مصدر رجاء المسؤول أنه كان من المقرر باش يعقد أنيس محفوظ وأعضاء مكتبه اجتماع مع اللاعبين أمس الخميس، غير أن التزامات بعض الأعضاء ورشيد الأندلسي اللي غيكون بدوره حاضر في الاجتماع حال دون ذلك. ورغم أن الرئيس محفوظ سبق ليه تولي منصب الكاتب العام رفقة المكتب المديري السابق اللي كان كيشرف عليه جواد الزيات، إلا أنه غيجتمع مع لاعبي الفريق هذه المرة بثوب رئيس النادي، وغيتخصص الاجتماع اللي غيتم اليوم لتقديم الرئيس الجديد وأعضاء مكتبه المسير للاعبين باش يتعرفوا عليهم، كما أن محفوظ غيعمل على دعم معنويات اللاعبين قبل القمة اللي غتجمع الرجاء السبت المقبل نظيره الدفاع الحسني الجديدي ملعب العبدي لحساب الدورة الثامنة من البطولة الوطنية. فوزي البنزرتي مرشح لتدريب الرجاء خلفا لسعد الشابي. وفي تفاصيل الخبر بات تونسي فوزي البنزرتي مرشح للعودة لتدريب فريق الرجاء الرياضي خلفا المواطن سعد جردة الشابي.
وذكرت اذاعه ام اف ام ان البنزرتي بات على رادار اداره نادي الرجاء الرياضي بعد انتخاب انيس محفوظ رئيسا جديدا للفريق. وضاف ذات المصدر ان اسم المدرب التونسي اصبح مطروح بقوه على طاوله الفريق الاخضر بعد تولي محفوظ رئاسه الفريق، علم ان هذا الاخير اعلن بشكل مباشر عقب الجمع العام اللي شهد انتخابه على عدم ارتياحه لطريقه لعب الرجاء، وعزموا على احداث تغييرات على مستوى العرضه الفنيه للوصول للخضر. وتلقى وكيل المدرب فوزي البنزرتي اتصالات من فعاليات رجاويه عبرت على رغبته في التعاقد معه، وشرط انه كيبقى المرشح الاول لتدريب نصر الخضر خلف السعد الشابي. ومن المنتظر باش يلقاو مسؤولي فريق الرجاء الرياضي بعض الصعوبات في اقناع فوزي بالعوده للمغرب، لكون ان عقده مع فريقه الحالي الاتحاد المنستيري مازال سالم مفعول لغايه نهايه الموسم الكروي الجاري. عبد الإله الحافظي يستأنف التدريب رفقة الرجاء الرياضي. وعاد عبد الإله الحافظي لاستئناف التدريبات الجماعية رفقة فريق الرجاء الرياضي بعد ما استعاد كامل عافيته، ورخص الطاقم الطبي الفريق الأخضر الحافظي باستئناف تدريبه بشكل جماعي بعد ما تمثل الشفاء من الإصابة اللي كانت تعرض لها رفقة المنتخب الوطني المحلي، واللي حرمته من المشاركة في المباراة الأخيرة ضد أولرز ليبيري مولدي جوجدة والفتح الرباطي. والدرب الحافظي مع باقي عناصر الرجاء الرياضي بالأمس استعداد للمواجهة القوية اللي غتجمعهم بالدفاع الحسين الجديدي غدا السبت، بحيث كيبقى قرار استدعاء المباراة بيد المدرب سعد الشابي اللي كيحاول باش يكون الحافظي في أحسن حالة بدنية يلعب بها مباراة الديربي اللي كتجي مباشرة بعد اللقاء الجديدة. الرجاء يستعيد لاعبا ويفتقد اخر امام الدفاع الجديدي، وغيحل فريق الرجاء الرياضي غدا السبت ضيف ثقيل على نظيره الدفاع الحسين الجديدي برسم الدوره الثامنه من البطوله الوطنيه، وغتعزز صفوف فريق الرجاء الرياضي في مواجهه الجديده بخدمات اللاعب جمال حركاس اللي كان غاب على فريقه في المباراه الماضيه ضد الفتح الرباطي لحساب الدوره السابعه من البطوله الوطنيه بسبب عقوبه الايقاف، وكان جمال حركاس تلقى البطاقه الحمراء في مواجهه المولوديه الوجديه وذلك برسم الدوره السادسه، غير انه استنفذ هذه العقوبه في مواجهه الفتح الرباطي. في المقابل غتشد صفوف فريق الرجاء الرياضي غياب اللاعب الياس الحداد بعد ما تلقى هو الاخر البطاقه الحمراء في مباراه اللي جمعت فريقه الثلاثاء الماضي ضيف الفتح الرباطي. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فيغ، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.